افتتح صباح اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 مركز القرب المتعدد الاختصاصات حي الشعيبات مدينة بنقرير الذي تشرف عليها جمعية اتحاد الشعيبات، وذلك بحضور كل من السيد باشا مدينة بنقرير وقائد الملحقة الإدارية التانية ومجموعة من المنتخبون وفعاليات جمعوية وإعلامية. ويهدف هذا المركز إلى خدمة الطفولة والشباب بالدرجة الأولى مع تقديم تكوين متخصص في مجموعة من الحرف لفائدة ساكنة حي الشعيبات في بادرة تسعى بالدرجة الأولى إلى خلق تنمية متكاملة شاملة بدعم مجموعة من الجهات المانحة على رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة إقليم أرحمنا والجماعة الحضرية لمدينة بنقرير. حفل الافتتاح هذا عرف تنظيم جلسة تواصلية، فبعد قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني في أجواء حماسية وطنية، تم تقديم أهداف وغايات هذا المركز من طرف رئيسة الجمعية المشرفة على تسييره السيدة مجيدة عكوش، بالإضافة إلى تقديم كلمة باسم المجلس الحضري لمدينة بنقرير الشريك الرئيسي في هذا المشروع، لتنطلق الاحتفالية بعد ذلك على إيقاعات الفولكلور المغربي بحضور ساكنة حي الشعيبات. هكذا يسدل الستار على فعاليات حفل افتتاح هذا المركز الذي يحمل اسم مركز القرب المتعدد الاختصاصات حي الشعيبات والذي تشرف عليه جمعية اتحاد الشعيبات، على أمل أن تحقق أهداف هذا المركز وأن يكون قيمة مضافة لساكنة الحي والمدينة. طارق الممني، الجهوية بريس، بنقرير.